وثائق رسمية مسربة كشفت النقاب مؤخرا عن أن الأمم المتحدة تجري حاليا تحقيقات في أكثر من 12 من موظفيها العاملين في المجال الإنساني في اليمن، وبتهم خطيرة تشمل سوء الإدارة والفساد والاحتيال والرشوة. المنظمة الدولية تحاول الإبقاء على سرية هذه التحقيقات، إلا أن الوثائق المسربة كشفت النقابة عن أنها تتعلق بسرقات ملايين الدولارات من المساعدات الإنسانية في اليمن. These people need to have faced consequences, that it's not just brushed aside and can go unpunished. It's maybe not the right word. وكالة اليونيسف للطفل تجري حاليا تحقيقات تتعلق بأحد عامليها في اليمن، وهو باكستاني الجنسية ويدعى خرم جافد. فوفقا للوثائق المسربة تشمل الاتهامات الموجهة إليه سماحه لأحد كبار القادة العسكريين الحوثيين باستخدام سيارة تابعة لليونيسف لتفادي قصف طائرات التحالف له. الموظفون المتهمون بالفساد والذين يفوق عددهم 12 موظفا عملوا مع مقاتلي الأطراف المختلفة للحصول على حصصهم من الرشاوة المرتبطة بالمساعدات الإنسانية في أنحاء مختلفة من اليمن. وفي شهر نوفمبر الماضي بدأت منظمة الصحة العالمية تحقيقات في طبيب إيطالي يدعى نيفيو زاكاريا، قاد عمليات المنظمة في اليمن منذ عام 2016، وراح في الأثناء يوزع الوظائف على أشخاص غير مؤهلين ومقربين منه. الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الربيعة رئيس مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية كرر أكثر من مرة مطالبه للأمم المتحدة بتقديم نتائج تحقيقاتها إليه في قضايا الفساد في وكالاتها العاملة في المجال الإنساني في اليمن، خاصة وأن الأمم المتحدة لا تشرك مركز الملك سلمان في تحقيقاتها في الوقت الذي يحرص فيه المركز على وصول كل قرش تدفعه المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وغيرها من الدول المانحة إلى كل يمني محتاج. هلال الحاج رياضي يبلغ من العمر 25 عاما، عاد إلى وطنه جثة بعد أن اختصر الموت آمال النجاة التي رسمها لاعب الكونفو اليمني وهو يعبر مياه البحر المتوسط على أعتاب الحلم بالوصول إلى أوروبا. خطفت مياه البحر حياة الحاج الذي أحرز بطولات خلال تمثيله اليمن على المستوى العربي والآسيوي بعد أن غرق قرب شواطئ مدينة ماليليا. وكشف سعيد الحاج عن إهمال واستخفاف تعرض له شقيقه هلال من وزارة الرياضة التي يديرها الحوثيون بعيد عودته من المشاركة في أولمبياد التضامن الإسلامي الذي استضافته مدينة باكو عاصمة أذربيجان. لم يوجد هناك أي دعم أو تجاوب من قبل السلطات المعنية. حاول يفكر أنه يبحث عن وطن آمن ووطن يقدر الموهبة التي يمتلكها، ففكر في الهجرة. يعد الحاج من أبرز لاعبي المنتخب اليمني في الكونغفو، وسبق له الفوز بأكثر من ميدالية في بطولات عربية وآسيوية، لكنه قرر الهجرة إلى إسبانيا فرارا من جحيم الحرب والتهميش الذي يتعرض له كل المواهب والأبطال.
21 من سبتمبر يوم أسود في تاريخ اليمن. 5 سنوات عجاف مرت على ذلك اليوم الذي اجتاحت فيه ميليشيات الحوثي صنعاء عام 2014 وانقلبت فيه على الدولة ومؤسساتها الشرعية لتجر البلاد إلى حرب طاحنة وفتنة طائفية مفتوحة. 5 سنوات من العنف والاقتتال والتدمير بدأتها ميليشيات الحوثي باجتياح مناطق ومدن عدة من صعدة شمالا حتى عدن جنوبا. حرب ابتدعها الحوثيون دمروا خلالها قرى ومدنا أبرزها عدن وتعز والحديدة، حولتها الميليشيات إلى أهداف إما لإخضاعها أو تدميرها على رؤوس ساكنيها. حرب قتل فيها 90,000 يمني بحسب تقديرات أممية، منهم 12,000 سقطوا بانفجار ألغام وعبوات، ويقدر عدد الألغام التي زرعها الحوثيون بأكثر من 1.5 مليون لغم. وبالتزامن تم حشد وتجنيد عشرات الآلاف من المدنيين قسريا والزج بهم في جبهات القتال. 5 سنوات استباحت خلالها ميليشيات الحوثي براءة الطفولة، فجندت نحو 25,000 طفل وحرمة المرأة، فارتكبت أكثر من 20,000 انتهاك تنوعت بين القتل والاعتقال والإخفاء والتعذيب وغيرها. كما حرم أكثر من 4 ملايين طفل من التعليم و14 مليونا من الغذاء والدواء. جرائم مارسها الحوثيون جعلت اليمن خلال 5 سنوات يعيش أسوأ أزمة إنسانية في العالم بحسب الأمم المتحدة، وبات 80% من السكان أي نحو 24 مليون شخص بحاجة إلى المساعدات. ف5 سنوات من حرب ميليشيات الحوثي أعادت اليمن 50 عاما إلى الوراء. الحسن الحدادي، الحدث. الخلافات بين أجنحة قيادات الحوثيين تعود إلى واجهة الأحداث مجددا. آخر تلك الصراعات ما كشفت عنه مصادر أمنية في صنعاء عن تجميد اللواء محمد ناصر العاطفي وزير الدفاع في حكومة الانقلابيين. المصادر أشارت إلى أن غياب اللواء العاطفي عن حفل إيقاد شعلة الذكرى 5 لانقلاب الميليشيات في صنعاء يؤكد قرار التجميد، والذي جاء على خلفية معارضة العاطفي للبيانات والمؤتمرات الصحفية التي يعقدها المتحدث باسم الميليشيات يحيى سريع بخصوص العمليات العسكرية خارج اليمن. تجميد اللواء العاطفي الذي ينتمي إلى قبائل خولان وتجريده من صلاحياته اعتبرته مصادر قبلية جزءا من تصفية الحوثيين لحلفائها، بما في ذلك العسكريون المحسوبون على مؤسسة الجيش إبان حكم الرئيس السابق علي عبدالله صالح. مصادر استخباراتية أفادت بأن الصراع يتسع داخل الجناح العسكري والأمني للميليشيات، وتحديدا منذ تم دمج جهازي المخابرات الأمن السياسي والأمن القومي والتخلص من 100 ضباط المحسوبين على نظام صالح، كما تم مؤخرا التخلص من أكثر من 90 ضابطا من جهاز الأمن العام وإحالتهم على التقاعد دون رواتب. محللون في صنعاء ربطوا الخلافات بين قيادات أمنية وعسكرية للميليشيات ببروز تيارين رئيسيين، الأول يتبنى سياسة التبعية المطلقة لإيران وتنفيذ تعليماتها العسكرية والإعلامية بما فيها تبني هجمات عسكرية خارج اليمن أو التهديد بتنفيذ عمليات جديدة قد تحرض أطرافا دولية لضرب الميليشيات، فيما يرى تيار آخر ينتمي إليه اللواء العاطفي عدم الانجرار إلى عمق الصراع الإقليمي والتمادي في لعب دور الوكيل الصريح لإيران في صراعاتها الإقليمية.
هذه هي المناطق التي تم تحريرها في مديرية عبس بمحافظة حجة، تضم قرى بني حسن وتشكل أكثر من 10% من المديرية الأكبر في حجة. أما في مديرية برط العنان بمحافظة الجوف، فيندفع الجيش الوطني إلى ما بعد بئر حمدي الواقع في الوادي المؤدي لمركز المديرية بعد تحرير أغلب السلاسل الجبلية المحيطة بها. هذا القناص الحوثي هو آخر ما تبقى للميليشيات في قمة الخيال ضمن سلسلة جبال عار الاستراتيجية المحررة. الرصد استمر لساعات قبل الاستهداف الناجح لتعلن السلسلة محررة وتصل للخط المعبد الواصل إلى منطقة النقعة. أما هنا فنوثق حصريا السيطرة على غرفة عمليات الميليشيات في المنطقة الفاصلة بين مديريتي الصفراء وباقم في صعدة. رافقنا كتيبة العمليات الخاصة في المنطقة الفاصلة بين مديريتي الصفراء وباقم لتأمين مركز قيادة الميليشيات كما شاهدتم، لقناتي العربية والحدث، محمد العرب من المنطقة الفاصلة بين مديريتي الصفراء وباقم. نفذت وحدات قتالية من الجيش الوطني اليمني هجوما مباغتا على تعزيزات ميليشيات الحوثي الانقلابية بجبهة الرزامات في مديرية الصفراء بمحافظة صعدة. إننا بعون الله وتوفيقه تم أمس هجوم من قبل أبطال اللواء حرب واحد مشاه جبلي بقيادة العميد محمد صالح الغنيمي أبو جبر، وتم سيطرة على منطقة الجرباء ومناطق كانت تحت ميليشيات تحت قبضة ميليشيات الحوثية، وتم قتل قائد المجموعة، والذي تم قتله هو محمد أحمد الملقب أبو مختار، هو قائد مجموعة تبع ميليشيات الحوثية. الهجوم أسفر عن استعادة السيطرة على سلسلتي الغربة والجربة الاستراتيجية وقرية الكحلة في منطقة الرزامات. الهجوم الذي شنه لواء حرب واحد أسفر أيضا عن مقتل 7 حوثيين وتدمير مخزن للأسلحة. كما وثقت كاميرتنا قيام طيران تحالف دعم الشرعية بتنفيذ سلسلة من الغارات الدقيقة على معاقل الميليشيات الانقلابية المدعومة إيرانيا. الله أكبر الله أكبر. قمم سلسلة جبال العار في مديرية الصفراء والتي أصبحت جزء من مناطق سيطرة ونفوذ لواء حرب واحد أحد تشكيلات الجيش الوطني، أصبحت منطلق لهجمات للسيطرة على عموم المديرية. لقناتي العربية والحدث، محمد العرب من مديرية الصفراء في محافظة صعدة. رغم إعلان لجنة إعادة الانتشار في الحديدة مؤخرا عن اتفاق برعاية أممية بين ممثلي الحكومة والانقلابيين قضى بإنشاء مركز عمليات مشتركة ونشر ضباط ارتباط ومراقبة ميدانية لوقف التصعيد وتثبيت وقف إطلاق النار، فإن الميليشيات الحوثية لم تتوقف عن عمليات التصعيد والاستعدادات القتالية في مناطق سيطرتها ومهاجمة مواقع الجيش والمقاومة والمنشآت الاقتصادية والأحياء السكنية. مصادر عسكرية كشفت عن نشر ميليشيات الحوثي مئات المقاتلين معززين بآليات عسكرية ثقيلة بينها منصات صواريخ كاتيوشا ومدرعات في مناطق عدة من مديريات حيس والتحيتة
وبيت الفقيه جنوب الحديدة، إضافة إلى حشد مقاتلين في معسكرين بمنطقتي باجل وبرع شرق الحديدة. تعزيزات عسكرية أخرى للميليشيات وصلت إلى مديرية التحيتة ومنطقة الحسينية بالتزامن مع استمرار عمليات القصف المدفعي للأحياء والمنشآت شرق وجنوب مدينة الحديدة وأنحاء عدة من مديريات جنوب المحافظة. مصادر محلية أكدت أن الميليشيات قصفت بقذائف منازل السكان في قرية محل الشيخ بمديرية الدريهمي القريبة من مثلث كيلو 16 شرق المدينة، كما قصفت منازل المواطنين في مديرية التحيتة ما أدى إلى إصابة عدد من المدنيين. قصف الميليشيات طال أيضا مساكن في منطقة الطور بمديرية بيت الفقيه. مصادر عسكرية في القوات المشتركة والمقاومة اتهمت الميليشيات بخرق اتفاق خفض التصعيد الجديد الذي تم التوصل إليه في 9 سبتمبر الجاري، حيث أكد متحدث باسم القوات الحكومية المنتشرة في الساحل الغربي أن الميليشيات استهدفت منشآت اقتصادية وقصفت مواقع الجيش جنوب وشرق مدينة الحديدة ونفذت تسللات عدة تم التصدي لها خلال الأسبوع الماضي. يكتفي وزير التربية والتعليم في حكومة الانقلابيين بإحداث تعديلات في مناهج التعليم في المدارس الأساسية وفرض رسوم إضافية على التلاميذ وإلحاقهم بدورات تثقيفية حوثية وتجنيد المئات منهم، بل لجأ إلى استبدال مدراء المدارس الأساسية بعناصر حوثية أو موالية للحوثيين. مدرسة بلقيس الثانوية للبنات إحدى أكبر المدارس الحكومية في العاصمة صنعاء، والمقدر عدد الطالبات فيها بنحو 3000، شهدت الثلاثاء تظاهرة احتجاجا ضد حوثنة التعليم، عبرت فيها الطالبات عن رفضهن تعيين مديرة ووكيلة جديدتين للمدرسة من المواليات للميليشيات الحوثية. وسائل إعلام محلية تداولت شريطا مصورا يظهر الطالبات وهن يهتفن للمطالبة بإعادة مديرة المدرسة المقالة من قبل الحوثيين فايز الصيادي، في أول رد فعل على محاولة المديرة الحوثية إلزامهن بترديد ما يسمى صرخة الحوثيين الخمينية المنشأ وامتناع الطالبات عن ذلك. ووفقا لإحدى طالبات المدرسة، بدأت التظاهرة بعد اعتداء المديرة الجديدة المعينة من ميليشيا الحوثي على طالبة وتعنيفها عندما طالبت بإعادة المديرة المبعدة. مئات الطالبات احتشدن في ساحة المدرسة ورددن هتافات مناوئة للمديرة الحوثية قبل أن يتحركن إلى الشارع المحاذي لبوابة المدرسة. هذه ليست المرة الأولى التي تقابل فيها محاولات الميليشيات حوثنة المدارس بالرفض، حيث سبق أن امتنع الطلبة في مدارس عدة في صنعاء خلال السنوات الماضية عن استبدال النشيد الوطني بترديد شعار الميليشيات في طابور الصباح. القطاع المصرفي يتلقى ضربات متتابعة من قبل ميليشيات الحوثي في مناطق سيطرة الانقلابيين. الاستهداف الجديد طال العديد من شبكات التحويلات المالية التابعة لشركات الصرافة في صنعاء بالتزامن مع تدهور جديد في قيمة الريال اليمني وارتفاع أسعار المواد الغذائية والدوائية والسلع. الميليشيات أوقفت تراخيص العمل لست شبكات صرافة في صنعاء ومنعت البنوك والشركات والمؤسسات المصرفية الأخرى من التعامل معها متوعدة من يخالف القرار بإجراءات عقابية قاسية.
قرار الحظر الذي أصدره البنك المركزي الواقع تحت سيطرة ميليشيات الحوثي بصنعاء شمل شبكات النجم بلس والمحيط وداديا والامتياز ويمن إكسبرس وشبكة الياباني. البنك المركزي في صنعاء فرض على تلك الشبكات تصفية كافة الحوالات الخاصة بالمواطنين والتجار بإشراف مفتشي البنك المركزي. مصادر مصرفية كشفت عن أسباب هذا القرار وقالت إنه يعود إلى رفض أصحاب هذه الشبكات ابتزاز ميليشيات الحوثي لهم بفرض إتاوات وغرامات مالية كبيرة. وتتبع ميليشيات الحوثي منذ مطلع العام الجاري ممارسات لإحكام سيطرتها على القطاع المصرفي من خلال إجراءات دفعت بأصحاب شركات الصرافة لتنفيذ عدة إضرابات، كما أقدمت الميليشيات على اقتحام محل الصرافة بحجة التفتيش على العملات النقدية الجديدة وصادرت ملايين الريالات. وقالت مصادر إن عمليات التفتيش على تداول العملات الورقية النقدية الجديدة التي طبعتها الحكومة الشرعية تحولت إلى ذريعة لتضييق الخناق على قطاع الصرافة وممارسة عمليات نهب وسرقة واضحة لأموال الصرافين من قبل الميليشيات. رغم تعثر تنفيذ اتفاق الإفراج عن الأسرى والمختطفين، تطلق ميليشيات الحوثي الانقلابية بين الحين والآخر مبادرات من طرف واحد معظمها تبين أنها غير جادة لإطلاق سراح أعداد من المعتقلين والأسرى. آخر هذه المبادرات كشفت عنها مصادر حقوقية في جنيف. المبادرة الجديدة تعرض فيها الميليشيات وفق المصادر الإفراج عن أكثر من 350 معتقلا وأسيرا بينهم 3 غير يمنيين، وأنها تعتزم تسليم قوائم بأسمائهم للصليب الأحمر، ما يعطي مؤشرا على أن ملف الأسرى في طريقه للإنفراج. مبادرة قال عنها مسؤول حكومي إنها تندرج ضمن خطة ميليشيات الحوثي لتجزئة ملف الأسرى والمختطفين، وتهدف الميليشيات من ورائها للتغطية على عملية تبادل إطلاق معتقلين من تنظيم القاعدة الأسبوع الماضي مقابل الإفراج عن عدد من أسرى الميليشيات لدى تنظيم القاعدة. الحكومة أكدت مجددا تمسكها بقاعدة الإفراج عن جميع الأسرى الكل مقابل الكل، بما فيهم القادة الأربعة المشمولون في قرار مجلس الأمن رقم 2216. وكان ممثلو الحكومة الشرعية والانقلابيون تبادلوا قوائم بنحو 2500 أسير ومختطف تم التثبت من أسمائهم مؤخرا لتبادل الإفراج عنهم، لكن الميليشيات تراجعت في اللحظات الأخيرة ورفضت الإفراج عن الكل مقابل الكل، كما رفضت أن تشمل عملية الإفراج القادة الأربعة. عمار ياسر، الحدث. خلال 5 أعوام من عمر انقلاب الميليشيات الحوثية على الشرعية، مارست الجماعة القادمة من محافظة صعدة أقصى شمال البلاد تمييزا طبقيا وسلاليا أحدث شروخا كبيرة في النسيج الاجتماعي اليمني. عمل الحوثيون منذ وقت مبكر على تكريس أفضلية مجموعة من الأسر تسمى في التقسيم الاجتماعي اليمني السادة على غيرها من أبناء الشعب، بل وبعد أن وطئت أقدام الميليشيات العاصمة صنعاء نالت أسر بعينها من هذه الفئة نصيب الأسد من كعكة اليمن التي سطى عليها الحوثيون بقوة السلاح.
التعيينات الحوثية في المناصب العليا للدولة ومؤسساتها استندت على معيار الولاء للجماعة والانتماء لأسر السادة المقربة من عبد الملك الحوثي الذي يرى أن لها وحدها الحق في الحكم وأن البقية يعملون من أجل خدمة هذه الفئة. العنصرية التي أبدتها الميليشيات الحوثية لجأ معها البعض إلى استدعاء التاريخ الأسري بحثاً عن ارتباط بأسر السادة أو ادعاء ذلك، حتى ولو اضطر معها لتغيير في وثائق الهوية الرسمية، مستغلاً حالة الفساد التي تعيشها مناطق الانقلاب كي ينال فرصة تعيين في منصب أو جاه عند الجماعة الانقلابية. واقع أحيا مفاهيم اجتماعية كان قد تجاوزها اليمنيون لأكثر من نصف قرن، وأحدث شرخا بالغا وغير مسبوق في النسيج الاجتماعي إثر التهميش الذي طال كثيرين على أساس سلالي، ومنح الأفضلية لأصحاب الحظوة والسطوة الذين لم يكتفوا بالتحكم في ثروات وقوت اليمنيين ومصيرهم، بل يطالبون بحصة من زكاتهم ونسبة الخمس من مداخيلهم. البنوك التجارية في صنعاء مجدداً تتعرض لابتزاز ميليشيات الحوثي. مصادر مالية كشفت أن الانقلابيين الحوثيين يمارسون ضغوطاً مختلفة على البنوك التجارية في مناطق سيطرتهم لإجبارها على تزويدهم بشفرات الحسابات الخاصة بالمودعين والعملاء أو دفع مبالغ مالية كبيرة. الميليشيات تطالب بتسليمها أيضاً كشوفات بأسماء العملاء بهدف ابتزاز البنوك التي ترفض إفشاء أي معلومات خاصة بعملائها وأنشطتهم المالية. مصادر مصرفية أكدت أن غالبية البنوك اضطرت لدفع مبالغ كبيرة للميليشيات مقابل التخلي عن طلباتها غير القانونية، وأكدت أن ذلك يعد ابتزازاً مفضوحاً للبنوك. تأتي الضغوط الجديدة على البنوك بالرغم من أن للميليشيات مشرفين من جماعة الحوثي تم فرضهم في أوقات سابقة على كل البنوك التجارية، وذلك بهدف تشديد الرقابة على البنوك والحصول على المعلومات. لكن ووفق مصادر بنكية، لا يتمكن المشرفون من معرفة أسرار وشفرات وقوائم العملاء التي تقتصر المعرفة بها على عدد محدود من العاملين في البنوك. القطاع المصرفي في اليمن الذي يضم 17 بنكاً بينهم 9 بنوك محلية مملوكة للقطاع الخاص وأربعة بنوك حكومية وأربعة بنوك أجنبية يعاني من مشاكل عدة نتيجة ما تصفه مصادر مصرفية بعبث الميليشيات أبرزها ابتزازها للبنوك. $500 مليون أمريكي دعم المملكة العربية السعودية الجديد لليمن من أجل استكمال خطة الاستجابة الإنسانية الشاملة للعام 2019 التي تهدف إلى إغاثة الشعب اليمني المتضرر من الحرب العبثية التي أشعلتها ميليشيا الانقلاب الحوثية الإيرانية في اليمن. عندما نتكلم على 2 مليار و400 مليون دولار، استلمت 1.2 مليار دولار، الآن سوف سيسدد المبلغ 500 مليون دولار من المملكة العربية السعودية، هي غلاق المبلغ الذي هو يعني وعده في عملية الخطة الاستجابة 2019. الحكومة اليمنية أشادت بالدعم السخي المقدم من المملكة العربية السعودية وجهودها الإغاثية عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وما ينفذه من برامج ومشاريع إغاثية
مع المنظمات الإغاثية والإنسانية المحلية والدولية في مختلف المحافظات اليمنية دون استثناء. كادت اليمن أن تكون على شفا مجاعة لا تبقي ولا تذر حينما وصل الريال إلى مستويات قياسية وغير مسبوقة. كل هذه الجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية والأشقاء في المملكة من خلال ذراعهم الإنساني مركز ملك سلمان، والذي نوجهه من هنا من وزارة حقوق الإنسان الشكر الجزيل على ما قدموه ويقدموه. المنظمة الأممية العاملة في المجال الإنساني أشادت بدعم المملكة وأكدت أن المنحة الجديدة المقدمة من المملكة ستساهم في تفعيل البرامج الإغاثية ومشاريعها الإنسانية، ويستفيد منها ملايين اليمنيين. ما تبذله المملكة العربية السعودية في دعم لليمن في المجالات الإغاثية والتنموية وإقامة المشاريع المختلفة كان محل إشادة دولية بتلك الجهود المتواصلة التي تهدف إلى أن يبقى اليمن آمنا ومستقرا. لقناة الإخبارية عبد الفتاح غلاب، عدن. صنعاء قصة مدينة ساحرة الجمال كانت مليئة بالحياة والأنشطة الثقافية والتجارية والتعليمية، وكانت جدرانها تزخر بإعلانات الندوات الثقافية والتعليمية والإبداعية. كانت مدينة تزخر بالنهضة والبناء وتتسم بالتعايش والتسامح. يتواجد فيها مختلف ألوان الطيف السياسي والاجتماعي، وكانت حركة التنمية تسير فيها وإن بدرجات متفاوتة. لكن ميليشيات خارجة من كهوف التخلف قررت اختطاف المدينة الجميلة. الميليشيا الحوثية الانقلابية استباحت صنعاء الجميلة وحولتها إلى مدينة بؤس وحزن تتسيدها العصابات الإجرامية، وينتشر فيها الفقر والخوف وتغيب عنها كل خدمات الحياة. مدينة صنعاء التي كانت مفتوحة على كل الجمال، على كل الثقافة، على كل الاقتصاد، على التعايش، على كل قيم الحياة، لكن بمتغيرة الانقلاب تحولت إلى مدينة للظلام، تحولت إلى مدينة للكراهية. في صنعاء كانت تنتشر المحلات والوكالات التجارية والأسواق المليئة بالمتسوقين، وبعد اختطاف الميليشيا لها توسعت رقعة الفقر وانتشر المتسولون في شوارعها بصورة مخيفة، والعشرات من السجون أصبحت مبثوثة في أنحاء المدينة. الآلاف من سكان المدينة المختطفة عزفوا عن الدفع بأبنائهم وبناتهم لمواصلة التعليم لعدم قدرتهم على تحمل أعباء وتكاليف الرسوم الإضافية التي تفرضها الميليشيا بصورة شهرية. قصة صنعاء العاصمة تختزل في فصولها حكايات ملونة حزينة ترويها جدرانها الصامتة. صنعاء مدينة جميلة اختطفتها الميليشيا الانقلابية وحولتها إلى مدينة بائسة تتسيد فيها العصابات وينتشر فيها الخوف والفقر. محمد الحذيفي، الإخبارية. لم تستثني حرب ميليشيا الانقلاب الحوثية الإيرانية العبثية أحد في اليمن إلا وتضرر منها، وهذا هو حال الطفل عماد أحد ضحايا قصف ميليشيا الحوثي العشوائي التي أمطرت عشرات القذائف على الأحياء السكنية أثناء اقتحامها لمدينة عدن في العام 2015، حيث سقطت قذيفة عشوائية على منزل أسرة عماد وأصيب الطفل بصدية لينقل على إثرها إلى أحد مشافي المدينة، ونظرا لتضاعف حالته قرر الأطباء بتر ساقيه ليصبح الطفل الصغير الذي لم يعرف الحياة معاقا يكابد أوجاعه. قذيفة أون أدم ضاق البيتنا وبردوا لي أطأهم تنتين. لم يستسلم عماد لإعاقته فقرر الالتحاق بمدرسة المعاقين حركيا ليكمل تعليمه، متمنيا أن يصبح في المستقبل القريب طبيبا أو معلما. الدكاترة قالوا لابد من بتر ساقيه،
وأصبعه الصغيرة. والآن يعني الحمد لله ما شاء الله يعني يتابع يعني يمارس نشاطه مع الأطفال بشكل طبيعي كأنه ليس معاق. يطلع العربية لوحده وينزل لوحده ويشيل شنطته لوحده ويطلع الباص لوحده من غير أن يساعده أحد. والحمد لله الآن طالب عندنا في المدرسة وذكي جدا. بهمة ونشاط يسابق عماد الجميع وسط إعجاب معلميه الذين يفخرون به وبحماسه الكبير والذي أصبح مثلا يضرب به في تحدي الإعاقة. لقناة الإخبارية عبد الفتاح غلاب عدن. أعادت مراكز الأطراف الصناعية الأمل للمئات من اليمنيين الذين فقدوا أطرافهم في العديد من المحافظات اليمنية بسبب الحرب التي أشعلتها ميليشيا الانقلاب الحوثية الإيرانية، حيث أنشأ مركز الملك سلمان للغاثة والعمل الإنسانية مركزا للأطراف الصناعية في مدينة مأرب شرق اليمن، وزوده بالمعدات اللازمة ليستفيد منه المئات من الجرحى والمصابين بلا ألغام، وتم تركيب المئات من الأطراف الصناعية لهم. وساهم مركز الملك سلمان للغاثة والعمل الإنسانية في تأهيل مركز الأطراف الصناعية في العاصمة المؤقتة عدن، وزوده بالمعدات اللازمة، حيث تمكن مركز الأطراف من استقبال أكثر من 600 حالة خلال الفترة الماضية، وأصبح يعمل بكل طاقته الاستيعابية. ويؤكد القائمون على مركز الملك سلمان للغاثة والأعمال الإنسانية أن مراكز الأطراف الصناعية ستكون قادرة بنهاية العام 2019 على استقبال أكثر من 2000 حالة. وقدم مركز الملك سلمان للغاثة والأعمال الإنسانية المستلزمات الطبية وأعاد تأهيل مبنى مركز الأطراف الصناعية في العاصمة المؤقتة عدن، وقدم دورات تدريبية وتأهيلية لموظفي المركز. ويقول الجرحى والمرضى المرتادين لمراكز الأطراف الصناعية في اليمن أن الخدمات الطبية تحسنت كثيرا بفضل دعم مركز الملك سلمان، والذي أعاد الحياة والأمل للجرحى في اليمن. لقناة الإخبارية عبد الفتاح غلاب. أعاد مشروع مسام الممول من مركز الملك سلمان للغاثة والعمل الإنساني الأمل لملايين اليمنيين بالعديد من المحافظات اليمنية، حيث تمكنت فرقه الهندسية بإنقاذ حياة أرواح الآلاف من المواطنين من خطر ألغام ميليشيا الانقلاب الحوثية الإيرانية التي زرعتها في مختلف المحافظات اليمنية. حيث أعلن مشروع مسام أن مجموع ما تم نزعه من ألغام منذ انطلاق المشروع وحتى 20 سبتمبر الحالي 90,637 لغما تنوعت بين ألغام وذخائر غير منفجرة وعبوات ناسفة. الفرق الهندسية لمسام انتزعت بداية الشهر الحالي أكثر من 5,812 لغما وذخيرة غير منفجرة، وفي الأسبوع الثالث من هذا الشهر تمكنت الفرق الهندسية من انتزاع 876 لغما. وتشير التقارير الطبية أن ألغام ميليشيا الانقلاب الحوثية حصدت أرواح المئات من المدنيين أغلبهم من الأطفال والنساء. وتفننت ميليشيا الانقلاب بزراعة الألغام بأشكال وأحجار وأحجام مختلفة في الوديان والسهول لتقتل المدنيين الأبرياء. وتنوعت تلك الألغام التي زرعتها ميليشيا الانقلاب بين مضادة للدروع والأفراد والعبوات الناسفة، وألغام فردية محرمة زراعتها أو نقلها أو تصنيعها وفق الاتفاقيات الدولية التي تحرم زراعة الألغام. وكان آخر ما عثرت عليه الفرق الهندسية في منطقة قاطبة الشرقية بمديرية الخوخة بمحافظة الحديدة حقلا للألغام كان يرتاده رعاة الأغنام، ويمثل مصدرا للاحتطاب الأهالي الذين كانوا عرضة للموت المحقق بسبب تلك الألغام. لقناة الإخبارية عبد الفتاح غلاب.